فيلم الإسكندراني، فيلم لخالد يوسف كما اعتاد دائما خالد يوسف أن يذيل أفلامه زي ما بيتقال. فيلم عامل نجاح كبير، فيلم جاب إيرادات كبيرة، الناس كلها بتتكلم عنه، ما فيش أي خلاف، وكما جرت العادة أفلام خالد يوسف دائما تتصدر. طيب المرة دي استنى بك، في حاجة كمان، وكما جرت العادة أو كما اعتدنا، فكانت أفلام خالد يوسف طول الوقت تثير الجدل، بس كانت تثير الجدل في محتواها، في قضاياها، إلخ إلخ إلخ، ودائما كانت تثير الجدل السياسي تحديدا. يعني المرة دي فيلم الإسكندراني لم يثير الجدل في أي قضية متعلقة بأي محتوى سياسي أو اجتماعي، وإنما أثير الجدل على أغنية من أغاني فيلم الإسكندراني. مطرب محمود يوسف قال إنه في أغنية، الأغنية دي بتاعتي وأنا دائم غنائها ومن سنوات. أما الشاعر رامي جمال الدين فقال لأ، دي بتاعتي أنا. أنا معايا على التليفون المطرب محمود يوسف الأول. أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. إزيك؟ عامل إيه؟ إيه الأحوال؟ الحمد لله، الحمد لله بخير. إيه الحكاية؟ الحكاية والله اللي أنا بتابع زي كل الناس أخبار فيلم الإسكندراني اللي بتتنشر عنه كده، ففوجئت في أغنية دعائية للفيلم اسمها أنا الفيلم. أنا بيني وبينك اسم الأغنية نفسه أنا ما ارتحتلوش. ليه؟ ما ارتحتش لاسم الأغنية كده، فبشغل لقيت الدخول أنا الفيلم اللي مات بطله. صح كده؟ دي أغنيتي، دي بتاعتي، إزاي كده؟ وكمل أنا مسرح بدون جمهور. فده في حاجة غلط. طبعا اتصدمت طبعا من اللي حاصل، لان دي اغنيه انا اوريدي مقدمها من 10 سنين. التراك كله بتاعك؟ مش التراك كله. هو انا فاهم حضرتك اللي حاصل ايه، قول لي. الاغنيه دي انا مقدمها سنه 2014، كانت في فتره الاندر جراوند وفي المحتوى بتاع الاغاني ده، فكانت اغنيه بتعبر عني شخصيا وعن الشباب بشكل عام. عظيم. المين الرئيسي بتاعها انا الفيلم اللي مات بطله، انا مسرح ملوش جمهور، حاجه زي كده. اوكي. بس فطبعا حتى الشاعر لما انا نزلت بوست ان الاغنيه دي بتاعتي يا جماعه وازاي ده يحصل وكده، هو رد غريب جدا بالنسبه لي. اول مره اشوف حد بيدافع عن نفسه بيغلط نفسه اكتر. قال فعلا انا شفت الكلام ده، كان حد كاتبه قبل كده في بوست على الفيسبوك السطرين دول، ودورت عليها ما لقيتش في حد منزل حاجه زي كده، قمت جاي واخدها وباني عليها موضوع. انا اصلا مش عارف يعني ايه دورت عليكم ما لقيتكوش دي، لا انا مفيش حاجه اسمها كده اساسا. انت مش من حقك تاخد سطرين، واخد سطرين يعني ايه سطرين؟ انت مش حقك تاخد كلمه اصلا حد ابدع فيها وقدمها. وبعدين هو مش واخد مثلا، هو بيقول انا خدت الاغنيه في سكه تانية، لا انت عملت نفس المضمون، واخد الجمله الرئيسيه اللي هي الهوك بتاع الاغنيه او السينيو اللي انت كررته 3 مرات في الاغنيه، انت ما عرفتش تغيره، لان انت لو غيرت الاغنيه باظت. فاهمني حضرتك؟ فاستغربت رد جدا، يعني انت كده واخد حق ناس، واخد حاجه ناس قدمتها من فتره كبيره 10 سنين بقول لحضرتك انا رافعها على اليوتيوب، يعني انا ناشر اصلي للاغنيه والاغنيه كانت الحاني. بس فانا في حيره بقى من الموضوع، ازاي ده يحصل وازاي بدون علم؟ انا متاكد ان الموضوع هو بدايته عند الشاعر، عند رامي جمال الدين. طبعا اصل هو المسؤول وهو اللي عارف هو عامل ايه. وانا متاكد ان هو مثلا لو قال للملحن عصام كاريكا خلي بالك ان انا شفت السطرين دول وخدتهم، انا متاكد ان هو كان هيرفض، هيقول لا ما ينفعش نعمل كده. وطبعا الشركه المنتجه للعمل المفروض برضو تتحرى تشوف الاغنيه دي اصليه، العمل ده اصلي متقدم قبل كده ولا لا، مش ننفذ حاجه وخلاص. بص يعني لو عاوز في حكايه الشركه المنتجه دي تحديدا، هو الشركه المنتجه مش مطالبه تعمل ده، الشركه المنتجه بيجي لها مثلا شاعر يوسف الحسيني بيقول لهم والله يا جماعه الغنوه دي بتاعتي وادي التسجيل بتاعها، فبتروح تعمل تنازل او بتاخد منه تنازل بحق استخدام هذه الكلمات، تديها لعصام، عصام يلحنها تتغنى، لحد كده دور الشركه المنتجه منتهي لو عاوز الحق يعني. لكن حلو. طب وفرضا اذا ظهر بقى ان لا الموضوع ده متقدم قبل كده، يبقى انا موقفي ايه انا كمؤدي؟ ايوه، هنا بقى لازم نعرف وجهة نظر رامي جمال الدين من ناحية أخرى، فهستأذنك احنا معانا رامي جمال الدين على التليفون. لسه؟ مش لسه. طيب يعني هنا لازم احنا بنحاول فعلا نكلم رامي جمال الدين علشان نفهم وجهة نظره في الموضوع ايه. انت قلت لي انه رامي بيقول ان هو خد سطرين وبعدين سطرين
هي الاغنيه وبيقول لي انا خدت بقى الاغنيه في سكه تانية، انا ما لقيتش اي سكك تانية في الاغنيه، لا هو نفس الموضوع اللي انا مقدمه وخدت سطرين عملتهم سينيو في الاغنيه كررته 3 مرات، فانت خدت الاغنيه. وبعدين حتى الملحن عصام كاريكا لما جه يتكلم عن الاغنيه قال ايه؟ انا عامل اغنيه اسمها انا الفيلم اللي مات بطله، يعني هو حتى لما جه يذكر الاغنيه ذكرها بالسطر ده. يبقى ده يا جماعه انتوا ده تهريج اللي حصل، مش طب حاجه. طب محمود، هل انت تواصلت مع رامي جمال الدين؟ ايوه، من هو لما لقى البوست اللي انا نزلته هو راخ الرد وقال لي زي ما قلت لحضرتك كده، قال انا فعلا شفت الكلام ده من حوالي 4 سنين على الفيسبوك. وقلت بقى انا هاخده واعمله اغنيه تانية. انا معرفش يعني ايه حد يعمل كده، يعني هل انا مثلا ينفع بما اننا بنتكلم عن الملحن عصام كاريك، هل مثلا واحد يقول مثلا انا هكتب اغنيه اسمها وهي عامله ايه دلوقتي ويقوم جاي واخدها بقى في سكه تانية ويقول دي بتاعتي؟ لا، دي مش بتاعتي، دي بتاع بهاء الدين محمد، هو صاحب الفكره الاولى اللي عمل كده، انت بقى اكتب عليها تاني براحتك، ما انت هتعرف تكتب على زيها كتير. ما هي الاغنيه ايه يا استاذ يوسف غير فكره؟ فكره، مجرد ان الفكره دي اتوجدت خلاص بقت سهله بقى ان اي حد تاني لكن يصغر. لكن ما اتكلمتوش مع بعض بشكل مباشر او رسائل؟ لا، او هو كان مجرد كتب كومنت على الفيسبوك، يعني هو اعترف على نفسه، وانا بالنسبه لي يعني هو اعترافه بالنسبه لي كان مجرد ايه، تاكيد للي انا حسيته، لان هو اي حد هيسمع الاغنيتين هيقول لا دي مش مجرد حتى توارد افكار، لا دي حد سمع دي وخدها حطها زي ما هي كده بس. طيب انت بالتأكيد عايز انك تاخد حقك الادبي في هذه الاغنية؟ شور ان الموضوع ده او الاغنية اللي اتعملت دي في ناس تانية قدمتها قبل كده يا جماعة، ما ينفعش تتنسب لناس تانية كده. وبعدين خصوصا ان يا استاذ يوسف كان دايما لما يحصل غلط في حاجة زي كده تلاقي مثلا ايه نفس الشاعر ادى الاغنية لاكتر من حد، او ملحن عمل لحن والدال ده والدال ده، لا ده احنا هنا فريق عمل مختلف عن الفريق العمل التاني خالص، يعني شاعر تاني وانا ملحن الاغنيه الاولى واستاذ عصام كريكا ملحن الكلام الجديد اللي هو نوعا ما جديد، بس طبعا هو مش جديد، وحتى سكه اللحن مختلف، يعني انا كنت عامل الاغنيه بتاعتي على مقام العجم، استاذ عصام ملحن بشكل تاني. فانا كانت مشكلتي الاولى والاساسيه الكلام اللي اتعمل مره تانية على اساس انه جديد وهو مش جديد. طيب شكل الحق او الاعتراف الادبي بجهدك في الاغنيه عايزه ازاي؟ اولا تقديرا ان الاغنيه ديت مش منسوبه للاشخاص اللي عملوها الجداد دول، لا دي اغنيه اتعملت سنه 2014 وحقوق النشر واضحه على اليوتيوب، اللي هي حاليا احنا طبعا في عصر الديجيتال فبقى بيتاخد قوي باليوتيوب والاغنيه دي اترفعت امتى وبيتاخد بالواتساب وحاجات زي كده، يعني مش شرط المصنفات الفنيه او التنازلات، كل ده بيتاخد بيه طبعا، ولكن حقوق الطبع والنشر بقت في الديجيتال تحديدا بيتاخد بيها جدا. وانا الاغنيه على القناه بتاعتي على اليوتيوب سنة 2014 يناير 2014، يعني بالظبط 10 سنين، وحتى قدمتها انا في لقاءات تلفزيونية قبل كده كتير وغنيتها. طيب وبعدين يعني انا مع حضرتك انا عضو في نقابة الموسيقيين، فانا اوريدي نوعا ما في المجال، مش حد هاوي او مبتدئ يعني. لا حتى لو هاوي يعني، ما هو في النهاية خالص اذا كان لك حق فلك الحق، كل الحق في انك انت تحصل عليه، يعني طالما ليك حقوق انت هاوي او مش هاوي ده حقك يعني. اذا كان انا مش عارف حضرتك سمعت التراكين او لا يعني. لا انا ابقى هجاص قوي لو قلت لك سمعت التراكين، ابقى هجاص كبير. انا عاوزك تسمع الدخول ده وتسمع الدخول ده وتقول لي احساسك انت انطباعك، يعني ازاي ده يتكرر تاني بنفس الشكل ده. مش 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 عايز اتركها للانطباعات بقدر ما انا عايز اتركها دائما للحق القانوني بتاعها يعني، لانه خلي بالك الانطباعات دي هتختلف من شخص لاخر، فانا مش عايزها تمشي كده الحقيقه. واحنا زي ما بقول لك طبعا هو حق الرد مكفول، احنا بنحاول نتصل برامي جمال الدين طبعا طبعا تحت امرك، بس رامي الحقيقه يعني انا مستغرب جدا قوي خالص، هو قال للفريق الاعداد خلاص اوكي انا داخل، وبعدين بنكلمه تاني فالتليفون الظاهر بقى فضي ولا اتقفل ولا مفيش كفرج او سايق على طريق مصر اسكندريه برضو، يعني وارد، الله اعلم، مش عاوز اظلم حد، لعله يتواصل معانا تاني. طيب قد يكون جزء من المناقشه برضو يا محمود هي انه رامي كاتب الكلام ده على او علق على كلامك على فيسبوك، فهنا وكانه شكل من اشكال الاعتراف الضمني بانه انت صاحب السطرين دول. هو ما نكرش، هو بصراحه ما نكرش، قال انا شفت الكلام ده فعلا على البوست على الفيسبوك من كام سنه، بس لما عملت سيرش ما ظهرليش ان في اغنيه كده، فكنت جاي واخدها بقى عامل بيها اغنيه تانية. رد غريب بالنسبه لي، انا وقفت عنده كتير، اللي هو انت ازاي
انت لا انت لو عملت سيرش وكتبت جملة انا الفيلم اللي مات بطله في سيرش الفيسبوك في سيرش جوجل، لا هيظهر لك محمود يوسف وهيظهر لك الاغنية وهيظهر لك بوستات كتير كاتبة الكلمات وعاملة لي تاج. يعني لا كنت هتعرف تجيبني كويس قوي، وكنت هتعرف ان الاغنية دي متقدمة قبل كده. ولا عاش لا ولا كان يعني اللي يجيبك يا عم محمود. بس يعني فالحمد لله. وبعدين انا الاغنية دي يعني ربنا يعلم انا عزيزة جدا على قلبي، فكان نفسي قوي لما تظهر للنور بشكل كبير كده وتبقى متقدمه في دعايه فيلم، تبقى منسوبه ليا، ما لقاهاش متقدمه بصوت حد تاني او بشكل تاني غير اللي انا قدمته. طبعا مع احترامي للمطرب اللي قدمها في الاغنيه في الفيلم محمد شاهين، انا بحب صوته جدا وانا على يقين ان هو ما يعرفش حاجه عن الموضوع يعني برضه، فاني انا متاكد ان هو ما سمعش التراك بتاعي، وبرضه اكيد كان هيرفض ان التراك ينزل بشكل جديد او بشكل معدل وحد تاني قدمه قبل كده. شوف احنا برنامج يحب المصالحات قد عينيه، انت مش متصور نحب المصالحات قد ايه. يعني احنا لسه كنا الاسبوع اللي فات بنشتغل على مصالحه ما بين استاذ محسن جابر وما بين صوت القاهره وجمعيه حقوق المؤلفين والملحنين وما الى ذلك. فانا اعتقد ان احنا ممكن ندعو لمصالحه يتبناها خالد يوسف نفسه. يعني خالد مخرج كبير والله انا ومبدع كبير، بالنسبه لي يا استاذ يوسف يعني مش هو ما مش قادر هوش طرف يقارن في القصة الخلاف. بالمناسبة يعني، لكن أنا أعتقد أنه خالد دائما من الناس اللي بما أنه مخرج بتشتغل العمل على يعني بما أنه مخرج مش العمل بس كده خالد يعني كمخرج العمل، لكن خالد من الناس اللي بتحب دائما أنها تصل إلى توافقات وتقريب وجهات النظر. وأنا مش هدفي الخلاف خالص، ولا هدفي إن أنا أتهم حد بأن هو خد حاجة مش من حقه، أنا مش هدفي كده خالص. هدفي الأساسي إن لا إن الأغنية دي يا جماعة لا اتقدمت قبل كده وبشكل مختلف وليها صاحب أصلي قدمها من 10 سنين. ده هدفي الأساسي وأول حاجة حرقت دمي أول ما سمعت الأغنية. أنا لا عايز حق حرام الأدبي حرام وبس، مش عايز غير كده. على الأقل يعني على الأقل دي حلوة، على خليني الأقل. خليني في اللي مش على الأقل بقى، وإيه كمان طيب؟ ما أعرفش والله يا أستاذ يوسف، أنا حتى لما كتبت بوست قلت أنا مش عارف المفروض أخاطب مين أو حقي يتاخد إزاي في حاجة زي كده. أنا أول مرة أتعرض لحاجة زي كده بصراحة. أنا أول مرة أتعرض إن أنا يعني أنا طبعًا بشوف إن في ناس كتير بتاخد منها أغاني أو تنزل بصوت حد تاني، بس لما أنا اتعرضت للموقف لا وجعني، حسيت إن في حاجة اتاخدت تم مني. نزع شيء منك، في انتزاع طبعًا لشيء. شور أنا حسيت إن أنا إيه يعني أنتوا بقالكم بقى فترة بتحضروا الموضوع ده وأنا ولا على بالي ولا على في نيتي أي حاجة زي كده، وأفوجئ إن أنا أسمع أغنية أنا عاملها قبل كده إزاي. طب أنا فين بقى؟ طب انا فين؟ طب ممكن يا محمود تخليك معايا علشان زمايلي قالوا لي احنا هنسمعك الاغنيه، فممكن تخليك معايا لحد ما اسمع، عشان انت قلت لي اسمع الاغنيتين وقول لي رايك صح؟ خليك معايا يا محمود اسمع بس، قولوا كده سمعوني يا اولاد. انا الفيلم اللي مات بطله، انا مسرح مالوش جمهور، انا مشوار بلا رجعان، انا الليل اللي خاصمه النور. انا الفيلم اللي مات بطله، انا النجم اللي مش مشهور، انا الصابد معانا، انا مسرح بدون جمهور. محمود. ايوه يا فندم. انا سمعت التراكين. ايوه. تفتكر رأيي ايه يا ترى؟ معرفش والله، انت كل واحد بيسمع الاغنية حسب هو سمعها ازاي. هي نفس الفكرة. طبعا انا بقول لحضرتك، وحتى الكلام اللي هو بيقول انا ضفت كلام جديد، انت ما رحتش بعيد، انت برضو بدأت كل الشطرات بقى انا وترجع تاني انا الفيلم اللي مات بطله، انا مسرح ملوش جمهور، يعني كان بيرجع تاني لنفس الهوك بتاع الاغنية. يعني في حاجه كده في الاغنيه يا استاذ يوسف اسمها سينيو، اللي هو انت بتخطف المستمع بيه وبترجع له تاني، انت ما غيرتوش. فاهمني حضرتك؟ بس يعني. طيب انا اعتقد حقك الادبي وصل لك تالت ومتلت، انت قلت لي على الاقل. تعال بقى نروح على اللي ما بعد الاقل، يعني ما هو اكثر من الاقل شويه، على الاكثر. على الاكثر ايه؟ ما اعرفش والله يا سيدوس، مش هقدر اقول لك ده حالا في المكالمه، بس انت تطالب بحقوقك الماديه يعني عن استخدام هذه الكلمات طبعا او هذه الفكره يعني على الاقل. وزي ما الاغنيه اتقدمت في دعايه فيلم
باشخاص تانية. لا يعني انا مش عايز اقول لك ان انا كنت انا المفروض اللي ابقى في المكان ده، لان هو كل شيء نصيب، بس كل واحد يتحط في مكانه الصح يعني، واللي قدم حاجه اصليه ما تتسواش مع حاجه اعيد صياغتها او اتكررت بشكل او باخر يعني. هل انت لو بعت ليوتيوب تعمل كليم للاغنيه تعتقد ان يوتيوب هيرد عليك بالايجاب ولا هيرد عليا فورا؟ لان اليوتيوب بياخد بتاريخ النشر ده مبدئيا، و يعني اليوتيوب بياخد مين اللي نشر قبل مين. انا نشر قبلها ب10 سنين يعني ده كفيل انه يثبت حقي في الاغنيه قولا واحدا. طب انت ما عملتش كده ليه يا محمود؟ لان انا مش لاقيها على اليوتيوب، انا ما لقيتهاش نازله على اليوتيوب غير انها موجوده على الفيسبوك بس بشكل اغنيه دعائيه من ضمن اغاني الفيلم، ان الفيلم نازل فيه كذا تراك يعني. فهمت. هي مش موجوده على اليوتيوب. فهمتك. اتمنى ان احنا نوصل يعني لحل ما محمود، واتمنى انه الحق يعود الى اصحابه بشكل كامل. اشكرك جدا 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 المطرب محمود يوسف في حديث حول الاغنيه التي اثارت الكثير من اللغط والمناقشات على صفحات التواصل الاجتماعي، واحده من اغاني فيلم الاسكندراني.